عربي سجل هدف التعادل من فاول عبد العزيز عاشور، وهذا فاول ايضا ويلعبها على المرمى. جول عبد العزيز عاشور، تقدم والعربي تقدم من عبد العزيز عاشور، سجل هدف العربي الثالث من فاول، سجل التعادل من فاول، سجل هدف تقدم عبد العزيز عاشور، نفس اللاعب سجل، عبد العزيز عاشور يسجل للعربي في الدقيقة 36 فاول للعربي، سجل منا عبد العزيز عاشور الهدف الثالث. ثلاثة العربي لا شيء القادسية، 37 الآن، 37 شوف شوف حطها في المرمى، الأولى كانت قوية، هذه كانت حطة، شوف شوف عبد العزيز عاشور ركنها بالزاوية، ركنها بالزاوية وسجل، سجل هدف الثالث العربي، سجل هدف الثالث.